بونجور يا جماعه اند ويلكم تو ا نيو فلوغ. شنو حوايجكم؟ شنو عاملين؟ اني الحمد لله ربي لاباس. كيما تعرفوا سلون الفلوغ اللي فات كنت في دبي. ما راحت عندي جمعه كمان، عندي مده باش نمشي اليوم لشتوتغارت، وقلت هكا نعملو تشيتشات هكا فيت في وين نحضر في روحي وين الماكياج. جا غسلت وجهي معناتها وكل، دونك توا باش نعملو شويه كريم هيدراتونت، بعد نعملو ليب بال. اول حاجه باش نعملوها نبداو باش نعمل حاجه مش نورمال، البرايتنر هذا من كاتريس. في بالكم اني مشيت معناتها لدبي وكل شيء، وما شكون وقتها حطيت بوكس في الانستغرام قال لي إليف انا هي خير دبي ولا ميونيخ. بون ماشي باش نحكي على البارتي نتاع اما خير، اما قلت فرصه خلينا نحكي لكم على دبي. عاجي سكون نتوما مشيتوا قبل دبي ولا لا؟ دبي بالنسبه لي اني جنة على الارض، من حيث كيفاش كل شيء متوفر فيها. كل شيء فيها متوفر، كل شيء فيها متوفر. بون الجنه لو كل شيء نيكزاجيريت في تسمية جنة، بلوتو نسميها بالاخر دبي. ياسر مزيانة كبلاد، ياسر مزيانة. الحياة فيها جونغ كي تخدم على روحك بارشا، يجي بيان دي بارشا تلقى فيها، تلقى. معنتها اني عطيت ليكزومبل وقتها، اني قاعدة اني واماني في الدار، وفما حكاية حبيت نقضيها، تنزعها من زيد مقضيتش واني جاية. قلت لي انت هذا اللي بيك؟ قلت لي اجي نبعثو له بالواتساب، يوصلك حتى شباب الدار. قلت شنيا؟ قلت لي بالواتساب يوصلك حتى شباب الدار. وإفكتيفمون السيد بس المون انه بالواتساب، اما زادا يصور لي في الريون، تقولي تحب هكا ولا تحب هكا. ليفل اخر متنجمش تحكي لي انه تنجم تلقى كل شيء هكا بارتو، فهمتو؟ ما تنجموش ليبونج نتاعي نرجع بيو بيو. حاسي اللي قلت لكم اي حق، احنا تو قاعدين نصوروا بالكاميرا الجديده، تو نشوفوا كيفاش تكون الكاليتي دي. الحياه ياسر يعني يجيبولك الحياه عند يديك، راهو حرفيا تحس روحك ملك غادي. بورتون انت عادي من عامه الشعب، اما اي حاجه تحب عليها تجيك. الكتاب من لوتيل يحلوا لك الباب نتاع التاكسي، ما يخليوكش انت اي كرهبه تركب فيها يقولك ايه تفضل مدام، ما يخليوكش انت معناتها تحل، ما يخليوكش انت تعمل حتى شيء. بالنسبه ليهم انت سوبوزي ما تعمل حتى شيء. مشيت مع الخدمه عملونا وورلد وايد كونفرنس، وفي الكونفرنس هذيا جيت بالزهر في دبي جمعه كامله، كنت نجم تكون في اي بلاد اخرى، جيت الحمد لله يا ربي في دبي. دونك اني استغليت كل فرصه موجوده على وجه الارض باش عندي وقت مع خويا ومرتو، تو سامبلومون. تو باش نستعمل اي موريتكمش. دونك استعملت من فلورنس هذا الفاتح، استعملت الان واي اكس كانت ستوب ريفرنس ناتشرال عاديه، وهذا البرايتنر تاع كاتريس كل واحده. وتو باش نستعمل الليمينيتر اللي صدقوني جماعه كامله نستعمل فيه، شتو في الوقت المناسب والله. جلو بوستر ريفيرونس، هما دو ريفيرونس في بالي فير لايت. حاسه دونك قلت لكم غادي الحياه نتاع انك خليك شايد بشد بلاستيك عليك جوست بالفلوس. احنا وي سيرف يو، عاد حديثا على وي سيرف يو، اني قلت لكم سكنت في اوتيل. الاوتيل اسمه جي دبليو ماريوت دبي، اوتيل ما عندي ما نقول فيه كان واو والله يا جماعة. واحد واقف باش نبل اسانسور في الكولوار، خاطر هما تروا نوف اسانسور. مهمته في الحياة انه ينزل على البوطون باش انت كي تجي ما تقعدش تستنى، في الاسانسور باش تيما الاسانسور يكون لوطا. اما الحياة مش سهلة، يعني ريتو البذخ هذا والجو وكل شيء، اما مش كل يوم راك باش تعيش في اوتيل وكل يوم ليه، يعني باش تتعب. عندك حاجات في حياتك لازم تتابع عليهم، لازم تلقى خدمه،
بي توش نستعمل كاتريس اول مات بعد باش نعاودو نخرجوا احنا. اي سبب ما قلت لكمش السبب الرئيسي انه اني علاش خميش في شتوتغارت بون دو سوجي في سوجي ماشي البيك بوس نتاع وجي جندوبي هو اللي اسمك تتعب اما تتعب تلقى غادي حيت مش سهله ما تعملش سهله تحس روحك ديما 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 تجري غادي مي اللي يتعب يلقى وهذه مش كان في دبي هذه في كامل انحاء العالم اللي يتعب يلقى تعباش ما تشوف اني نقول انك معناتها كانك وليدها وبقلبك جونغ انت في تونس شوف قلت اني انسان يحب يضحي في حياته معناتها نحب نجرب نحب نحسن حياتي برا وعندك تفتوفه فلوس برا اما حط في مخك الكومبيتيسيون غادي راهي برشا راه الكومبيتيسيون برشا يعني فما برشا الباكستانيين ولا هنود باش نستعمل منهاتن بصراحه ما عادش عجبتني جمله البودره هذه نحب نشري تاع هذا الويتش كومبيتيسيون برشا هيك هي راهي موجوده في الدنيا الكل لازم تفك بلاستك في كل شيء لازم تفك بلاستك في خدمتك كسو سوا في دبي ولا غيرها اما علاش نقول لكم غادي الكومبيتيسيون برشا خاطرهم يطلبوا شويه فلوس يعني هو فما عارف هكا باش يجي يعمل لك اونترتيان باش يلقى واحد باكستاني مثلا نعطيكم من بورتوكو شيفره بزوز ملاي باهي وتجي انت بعد تطلب منه 8 ملاي حسب رايك شكون باش ياخو بيان سور باش ياخو بيان سور باش ياخو زوز ملاي بيان سور يقول لك يعني نجرب ونحرص عليهم ما يتكلموش سورتو يحرصوا عليهم شتاء صيف خيف مطر شمس يحرص عليهم يقول لك خير ملي نجيب واحد متطور برشا في مخو يعرف برشا حقوقه وواجباته فهمتوا فاش نحكي لكم استعمل هذا نتاع انستازيا اما شنو تحب انت على الصيف تحب على الطقس اللي ديما الدنيا سخونه اي امشي دبي تحب على الدنيا كامله نظيفه والناس كل تحترم القوانين امشي دبي اما راه لازم تحط في مخك انه باش توصل انت تتنعم بالنعيم هذاك برشا حاجات اخرين لازم تعملهم كاين كل ما نمشي لدبي I really 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 enjoy على الاخر اما ديما نحبك نروح الوكري برشا عليها راه يمكن شي واحد في المستقبل اللي بدل راي معناتها ينقل اني الوحيد والواحد اللي نستعمله هو NYX the one and the only ماسكارا تاع اسانس هذيك هي هدرتي على دبي باهي مش نعمل تواروش نلبس دبشي ونرجع لكم غو يا جماعه لبست تي شيرت نوار وبنطلون غري توريهم لكم بعد وفوقهم جيلي وكبوت وسلام الحقيقه شتيت نعمل كحول لهنا مش كحول معناتها قلم في هنا هذا من وايكون فوالا قاعده نخمس كنحط جلوس ولا لا لازم نزرب روحي اني على فكره نوا ثري لغري وسبيدريا الكار اند وي جو انا وياك كل ليل وبرشا حكايات في البردوش تعرف ولا عارفه بيان سور انا وياك الزين نريم غندوش يا بابا يا الزرزور اعطيني جناحك ندور اسمع يا جماعه ليندا عندها دارها ما شاء الله ديكوراسيون ناش كان هي تسمح لنا نوري ولاجس تسمح لنا نوري الصالة رجو ما شاء الله سو كوزي يا جماعة سو كوزي هذيك دبش اللي خلطته لميس انا مخلى منظمة معناتها وإلا نجم هكا حطيتهم مزيانين وإلا نجم فريمون معنا كنحب فريمون نوريكم ليندا فاش قاعدة تولفي اسكو تلبس خاطر ليندا صاحبتي محجبة ما تحبش توريكم شحالها كم يلبس هكا يبش تلبس هكا يا اوه هذا ما يقتلو اما ما مش نتاع نهار لما هكا وقت العشية نلبس ذوكو هذا ما احلى توا بول لو مو حسيت الدوغي اوكي هذايا باش كنتو في ميزون اي عملتو ليندا صبحة تعجب فيه في ميزون مش يمين وتصل نحب نوريكم في ميزون تاع ليندا ليندا بتعطيهم الرسات بعد يا سر فيش لا فكري
مرحبا بكم اليوم معنا في توتوريال لكيفاش تستعملوا حاجه اني بدي مناش نستعملها كعبه فيكس دونك تعديها بين زوج سوبا هذوما ابدا بالكعبه بالله فيكس اي صحيح اما قريت وين تعديها من الاخر في الصباع مش في اللو دونك من هنا صحيح باش الصباع هذا من القش شد بيه هذي باش تخبطها بالبرين اني تو حبست باش نعمل العار ليه مش نحيهم من يدين نخاف من بعد ضيعها البوزيسيون بس شنو شنو رايكم في المسرحيه نبداو بالمتبرية الاولى شنو رايك في المسرحيه اني شخت بالضحك عملت برشا جو اما النيفو نتاع الزمار نتاعي اني لا يعاول عليه على خاطر نضحك على اللي يجي اما بالنسبه لي اني طياره نعطيها 9/10 عجبتني طولت شويه ممكن احنا كملنا ساعتين وروحنا وهي مازالت ما وفاتش ممكن ساعة ونص يكفي معنا نيفو الضحك بدا يتيح في الاخر اما انتو نعطيها 8/10 مشيت لها قبل وضحكت زيادة اما هي ضحكت اكثر انت قداش تعطيها قلت 9/10 اني انسانة باش توصل تضحك يزمني قرن يعني انه انسان يوصل ضحكني ملول الريتم اللي دخلت به دخلت فريمون ريتم قوي قوي على الاخر ضحكنا على الاخر من الاول اما بعد اما بعد طاح طاح ريت مع الاخر الفريب بون هذوما ما فهمتش علاش تفلقوا هي برسمي جابتها كيما الحقيقه اما بعد الريتم طاح 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 على الاخر وكمان احنا خرجنا قبل بساعتين علاش خرجنا يا جماعه على خاطرنا مخذين خرجنا قبل بساعتين خرجنا ساعتين بالضبط خرجنا اول حاجه هي ما بداتش الستة بدات الستة بدات 7 غير 4 الناس كل بليت البرا الناس كل 3% لو خاطر جابوا فريكاسي وكل لهم هامة يا اخي احنا خرجنا عش خاطر اول حاجه تيكي الباركينج حتى كشو نص واحنا لازمنا نخرج وثاني حاجه الجماعه ذو مزوز وقلت لهم ما تفوت لهمش رونديفو في سوشي في الاخر لقينا سوشي فارغ اما احنا كان زدنا معناتها كنا نجمو نخلطوا على السوشي اي ما رانا خلطنا على الخطية زيدا اي اللي حيرني هو الخطية اللي حيرني هو السوشي الحقيقه وانت زاد اللي حير دونك قداش نعطيها نوت نعطيها اكا 7 خاطر هما عطاو 8 و9 سينو نعطيها 6 ايش اسمها هي البلاصه اللي احنا فيها تو باش كان هكا نعطيهم ريفيو به سوشي بوبلينغ كازو في بوبلينغ الجماعه اللي في شتوتغارد بعيد على شتوتغارد مش بالترونسبور زيد نعطيكم ريفيو اول مره باش ناكل لا كليت سوشي اما كليت مره واحده فرايد وعجبني دونك تشوف المره هذه اما السوشي ما نحبوش اليك كما نقولوا هي مش مغرومه بالك اليوم تتغرم اني ما نحبوش السوشي يعني كريم وكذا السوشي ما نحبوش حصلت مره وتاوين ناكل ونزيد نحبه والله حتى اني هيك حبي وهكا ديما الاكسبيريونس الاولى والثانيه والثالثه مع السوشي ما تكونش اكسيلونت ما تولي تمشي وتحبه وكنت نبدا في العبيد اللي يحب السوشي نقول يح وهو يتسمى معناها مش متاع كل نهار تمشي تاكل سوشي اما توا كنا نلقى ناكلو كل تسمعوا مش نعمل لكم يا جماعه تيست اي سمير ولا يسميوه اي سمار انا ديجا حربتها شنو عجبك تجربوا ماما عرفت هذا بهي جماعة تو باش نجيو للريفيو نبداو بالمتبارية رقم واحد نعطيها 10/10 بنين الديكو والبريزونتاسيون 10/10 كل شيء 10/10 نعطيه نوت 11/10 في كل شيء ماكلة بنينة مش نورمال فريشكا مش نورمال تعبت اني تلمون بنينة مع 10 نجم نجم نعاود نرجع فاش خلنا نتسمو ساعة متل ما طيب ما تتسموش سور هيك الني في الريسك اما اني قابله الريسك الحقيقه ميسي شاديه مرضى ولا فاج ديستو ما باقي ورثت 10/10 10/10 في الكاليتي نتاع الماكله 10/10 على البريزونطاسيون جوست لورغانيزاسيون داخل بعضها شويه ما احنا داخلين بعضنا شويه ما جيناش بيان اورغانيزي مش عارفين روحنا شنو نحبوا ناخذ دونك مش عارفين انا هي الماكي وانا هي اي ما نعرفوش احنا الانواع باسميهم وما تصورناش المنيو باش يكون انورم ازو بوين المنيو انورم دونك حرنا شويه ودخلنا بقى احنا جو دون لينا احنا نوت 5/10 بالصيف اما الماكله 11/10
نعطيكم ريفيو نتاعي كإنسانة ما تحبش السوشي جملة، أنا نعطيه 8/10. والله نعطيه 8/10 على الكرانشي على الباني، أما على الباقي نعطيه 6، معناتها على الحاجات اللي جاوني ماهمش كرانشي، كيما ذاك اللي هو مكي ومن داخل طايب تون، هذاك ما عجبنيش، نعطيه 5 ولا 6. أما سينو على الباقي نعطيه 8/10. البرسمي الشو اللي عملوه كل شيء مزين برشا، البرزنتيشن هي ياسر مزيانة. الني في العادة ما يعجبنيش، ضبط اليوم عجبني. أي أماني ذقت الني عجبها المرة هذه. دونك بعد النقاشات هذه الحاسمة، هذه تعرفوش هذه كلها علاش صاير نقاشات، على خاطر طلعت صديق قبل كان كاش، كان مش أماني أنقذتنا وطلعت جايبة كاش، بون حتى في الأخر طلعت عندي. والله جاب ربي ولا أما نعرفش قداش هذوك عندي 50 يعني، معناتها مستحيل كان مش أماني، ما أنا ما رانا بتنا لهنا، رانا نغسلوا في السحونة تو. صدقوني دونك هذه هي كانت رحلتنا مع السوشي. فما 10 من عند ليندا. دونك فوالا هذه كانت رحلتنا مع السوشي، وفوالا نكملكم اغوفير. وي اغوفير اغوفير. اي المره الجايه باش نعاود نجيو لهنا، باش نعاود كي نعاود نجي لشتوتغارت نعاود نجيو لهنا. هذاك هو صار اني على اساس ماشيه بالكهرباء، يا اخي نسيت نفتح الكهرباء الفوق. دونك توا عندي حلين، اني عندي ليد راهو جوست لو كان نقص الجهه الاخرى حرفيا، اما هل اني ما عنديش نمشي عليه. دونك سوا نمشي نقضي على سقايا من ايديكا وليد اللي بحذايا، سوا نمشي نطلع نجي نفتح الكهرباء. كويك ابديت يا جماعه، قررت نمشي على سقايا خاطر تو سامبلومون زادا توا كي نجي نخمم فيها نقول صعيب برشا انو بعد نلقى بلاصة في الباركين كي نرجع، خاطر الناس كل تروح توا من الخدمة.